تحية طيبة لجميع المغاربة. بالنسبة للفضاء، فضاء الخير هو فضاء جابت فكرة ديالو نظرا للنقص مثل هذه الفضاءات بالمدينة الجديدة. هو فضاء اللي لقى نجاح كبير من بعد 8 أشهر على الافتتاح ديالو، ولا كيستقبل زبناء من داخل وخارج مدينة الجديدة. كيف ما كنعرفوا المغاربة كيبغيو لا كاليتي ولا بروبرتي في الماكلة ديالهم، سي بوغ سا كيلتجؤوا لفضاءات واسعة وكبيرة من أجل الجودة والراحة ديالهم. بالنسبة للمنيو ديالنا كيحتوي على إفطارات، وحاولنا ندخلوا فيه أطباق حسب الطلب. الاطباق اللي كنركزوا عليهم في نوتخ بروجي فيها كل ما هو تراديسيونيل. بالنسبه لتوقيت العمل كنبداو من 6 الصباح حتى الفان سيرفيس. ومرحبا بكم عند فضائر الخير بحي السلام شارع ام ربيع، وشكرا.